يا هلا والله مرحبا عدنا في حلقة جديدة من عدنا سيميليتر عدنا يا عيال ومن زمان على اللعبة صراحة متحمس لليوم مع اني ما ادري شو اسوي فيه صراحة بس اني مرة متحمس له وتدري مشكلتي مشكلتي آه يعني تقدرون تقولون اني شوية طفران ما عندي الا 72 دولار وش المشكلة؟ مو بس انه ما عندي الا 72 دولار لا المشكلة ان اكل مخلص <applause> وعشان اعبيه لازم 200 دولار ويا حبيبي احتاج الحين الحين جاء وقتكم يا يا كثر زقانكم اكثر من الله اكثر من بيضكم والله عايز زقاقينهم اكثر من بيضهم ايش فيه طيب ما ابغى ما ابغى اقتل واحد منهم ابغى اشوف لي واحد من الحلوين اللي هنا لازم نذبح واحد ونوديه ونبيع الحمه لازم 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 ضروري صار الحين والله ضروري قلتوا لي الدجاج اذا جيت تبيعه لا تقتله بيعه حي يجيب لك فلوس اكثر لكن بدري الحين على اني ابيع الدجاج وزي كذا مره مره بدري تعال يا حلو آه ودي كان ودي صراحه الحلقه هذه نجيب بقر حق حقين ايش لا الصغير تعال وين رايح نحاش كان ودي اجيب بقر حق الحليب اللي يعطوني حليب وكذا لكن ما يمدي صراحه لانه ما عندي فلوس والله مره طفران ولا في اي خنزير ينذبح كمان مين وخربيز هذا الدب وشو هذا وشو ذا الدب اللي ورا هناك خلنا نشوفه خلنا نشوفه واخرو انت ايش؟ هذه ام انثى يا ليل ما في ولا واحد من الاناث مو حامل كلهم حوامل مشكله ما عندي يعني هذه مو بحامل اقدر اشيلها اشيل رقبتها وهذه بعد هذه, هذه. هذه الوحيده اللي مو بحامل لكن ما هي صغيره لسه يا ليل ما ما إلا الا الدياي شكلي لازم الدياي الدياي يا عيال والله العظيم ما ينفع كذا ميتين جوع من البداية تعال أنتوا، شو هذا في وايلد ميت برضه اقدر ابيعه تعال خليك هنا وين حق الدي اي يو هذا هو تعال يا حلوين انا اسف لا يطقني لا يطقني يطقني اطقه والله خذيت 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 بسرعه لا يطقوني فجاه يقلبون علي ما قاعدين يهاوشوني غريبه والله قاعد اخذ كل بيضهم وات عادي ما حد يقول لي شيء ما ادري هو فيرتلايز ما ترايز والله ما ادري ولا يهمني انا خلاص في ارواح خنازير الله يعزكم اي والله ما قصرتوا خذيت والله كثير اتوقع يكفون والله ما ادري دجاج بيضه جيب لي شيء اصلا 27 بيضه ما ادري هو يجيب لي شيء ولا لا والله ما ادري تعال خل نروح بيست برجر بشوف ايش يحتاج في الغالب ما يحتاج بيض بس يمكن يحتاج الوالد انيمال ميت هنا كان في غزلان يناقزون لهم ساعه الحين يوم بديت اللعبه وبديت تصوير اختفوا عشان ما يبغوني اجيب فلوس بسم الله يا رب يا رب انه يجيب لي احتاج 130 على الاقل تشيز بورك اوكي ما ما في اي <applause> شيء عليه اضعاف لا البيض والله جاب لي نايس نايس والله جاب لي 126 حلو وجاب لي العدد اللي والله والله حلو الحمد لله الحمد لله يعني اقدر اليوم اني اعبيهم اكل حلو 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 تعال وديني البيت خلينا نعبي لهم اكل بس بخي يا اخي لسه لسه مو اللي ابغاه اليوم يا اخي شكلي دام اني طفران ببدا بشيء ثاني غير غير البقر حق <applause> الحليب والعنز وذول لا ببدا بشيء ثاني غير ممكن نبدا بموضوع النحل بس حتى هو برضه بيحتاج فلوس والنحل صراحة ما حد علمني عنه أي شيء منكم يعني فما أدري وش طريقته فما لي إلا إني أتفلسف بنفسي وتعرفون إن أنتم فلسفتي أنا دائما صاقع في جدار دائما هذا السور للحين من مقتنع إني أسوي صراحة فمعليش يعني تفل آه في فيدر حلو يلا وكلوهم 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 جاهم اكل جاهم اكل حلو يا جعله بالعافيه قلتوا لي قفل الباب ذا عشان ما يموتون يا والله ما اظن يموتون اتوقع يوصلون للاكل من ورا هنا من عند الشباك ذا زبده لكن هي ما تعبى ما ادري ليش بس عوافي عوافي والله كثروا والله كثروا بس مشكله كلهم ينات يا اخي اعطونا ذكور خلينا نشوف صح خلينا نشوف الحلوين اللي عندنا البقر وش عليهم اتوقع ساحبين على موضوع التزاوج والله اعلم يبقى اتوقع انهم ساحبين على ذكر أه لسه ما فيه تو ما تزوجون ولا ايش؟ ليه؟ ليه ما يتزوجون ذول؟ حبيبي شوف شغلك جايبينك هنا تلقح مو بتمشى يلا ها جبنا لك العروس. يلا شوف شغلك، لا لا عبيط ما انت برجال؟ شكله ما برجال؟ اوكي شكله ما برجال، لا تلعب نفسي يا حسان. لا لا رجال ونعم. طيب، بروح الحين يطعون سلامة عند الهاردوير ستور. الحمد لله الحين أكلهم كويس، يقدرون ياكلون ويشربون زي ما يبون. بشوف لو عندهم أشياء خاصة بالنحل، بعدين بروح الجنرال ستور ستور. جنسر ادري انهم عندهم بخاخ ظاهر حق النحل بس بشوف الادوات اللي يحتاجها. السلام عليكم زي ما دخلت مع الباب زبدة آه ااا طيب تعال سو شهري عندي مم. هذا اللي شريناه انيمال تريلر طيب ستنر ما ادري ايش سالفته الى الان الملك كان عشان لما نحلب اوكي بدري عليه برضو والله هو غالي بعد يعني ووتر تانك 30 خليني استخدمه هو يا اخي ارخص لي زبده قلت له يتدخل ذهب الزبده خصوصا حقيقة الجبن يو الجبن اذكر كان شغله بان اشتري قدر واحطه في فرن وشغله كومباكت كوكر اوكي الله 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 أبل الله 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 ايه ده ايش هذه الاشياء الحلوه كل هذه الزراعه طيب النحل ما له شيء هنا كانه والله اعلم ما له شيء هنا هل اصلا النحل اقدر اسوي فيه شيء ولا بس اخذ عسلهم لا تقولي بس اخذ عسلهم شوفوا وودن بي هايف اقدر اسوي عندي وهاني اكستراكتر نجرب هذا يا عيال اسويه عندي في البيت خليني بجرب ابنيه زين اتوقع اقدر مره سهل حديد الظهر لسه باقي عندي حديد خليني اجرب ابنيه وخلني بروح كم معي معي 139 خلني بروح الجنرال ستور اول والله عيال يعني مرة, مره مره مؤدب اللي بنتي زبده تعال اه هنا موجودة البان برضو الملكان كان كلها موجودة هناك اللي هناك هنا قلت رصاص هذا نفسه حق الشوزن اصلا او سكتون بس حس انا جربت ذاك اليوم شريت وعبيت رصاص ما تغير حق ذا ما ادري ما ادري زبدة وين في شيء اذكر للنحل في شيء للنحل اذا ما خبضني هذا بي سموكر وهايف فريم وبارل ما ندخل الظاهر ذا هذا شوية البارل ما ادري اجريكلتشر ميديسين هذه الادويه للزراعه برضو فيرتلايزر السماد طب عطني الثنتين هذول يا رب اني مندم يا رب هذا المولد عشان اسوي الجبن اذكر يوه وستيل باكيت الظاهر للم والله اني اذكر كان غذا <applause> كان غذا طيب على العموم اتوقع بكتفي بالثنتين هذه البي بي سموكر والهاي فريم وشو فائدتهم؟ ادري وش يسوون؟ ما ادري لكن نستكشف شو سوى ان شاء الله وش سالفتك ريليس اقدر اطلق فيه اقدر اسوي ريليس اوكي اوكي جينا دورنا على شجرة نحل وين الظاهر في وحدة هنا في المنطقة ذيك يا الله النحل عاد كنت دائما الاقيهم بالصدفة بس ما عمري لقيتهم وانا قاصد نحل سبحان الله لما تبيهم ولا بن امه يكون موجود زبد اني عارف الشجره حقتهم منتفه كذا مقطعه ما فيها ما فيها <applause> خير والله ما لقيت شيء للاسف بس لقيت الحليه وذا فخلنا نعطيه صيدع سريع ما في رصاص لا تجي لا تجي لا تجي لا تجي اذكر الله والله يقعك بلا ما معي رصاص بس صد صدق ما لقيت حق النحل يعني اذكر يا سبحان الله دائما اطيح فيه الجبل ذا ظاهر فيه هنا كان دائما في دب في الغالب انه فيه خلية لحل الدب يدور عسل ولا ولا يدور لحم والله ما ادري طيب طيب رجعنا رجعنا البيت شكلها ما راح نلقاه اليوم لازم طلع كذا ندور وحنا على رواق صراحه مو نهايه اليوم وانا متوتر بيظل الدنيا عليه في اي لحظه اوه شايل هم اوكي اصبحنا واصبح الملك لله طبعا قبل ما نطلع يا عيال تكفى تكفى انك سويت شغلك بس كل ابي ايوه نايمين نايمين ولعوا اقلع بي... ما حد منهم متزوج ليه؟ ليه ما عندهم حامل ايش فيه؟ هذا لا هذا هذا شكله مو برجال لا لا مو برجال اوكي خلينا نشوف طيب آه... الثانيين الخنازير الله يعزكم والله يرفع الضغط ذا البقره يقهر بقره بقره, بقره. صدق كيف حالكم يا حلوين؟ اكلكم كويس كل شيء تمام؟ أوه! كيف حالكم حوامل؟ حالتكم حاله؟ واه هذا الحين ما حملت ما ادري ايش سالفتها واه وصايخكم ماجد بعد مشينا مشينا فأتوقع إني عرفت وين أماكنهم، بحثت في يعني بحث بسيط كذا صغير بسيط، لقيت هنا في واحد في عند الجنرال ستور، خلينا نروح ندوله، الشجرة فيها خلية نحت، طيب أوكي، ذاك اليوم رحت لها وتقلب زي كذا، لا رحت لها صدق وجيت أضغط عليه حرف إي وغزوني. فهالمرة وش أسوي؟ أبخ عليهم عشان ما يغزوني بينامون، طيب أوكي ده. ناموا وبعدين أقدر أشيلهم أخطفهم ولا إيش السالفة ما أدري. أيوه هذا لقيتها الظاهر هي اللي اي والله هي اي والله هي ورا كذا الوضوح مو بحلو اي والله شوف الحين لو بضغط كولكت بيز على طول عضوني بيك اب بي فريم تو كولكت بيز اول شيء لازم بي فريم طب هل انومهم اول ولا على طول من هنا هذا البي فريم اي اصبر اصبر انا اوريكم جاكم السلاح جاكم السلاح جاكم ليه ليه ترن اون ايوه شغلته بعدين وشو الو يا حبيبي اصبر اصبر اتوقع عرفت هذا الظاهر احطه عندهم تحتهم واشغله هنا مثلا واشغله بعدين اجيب هذه ايوه اي والله صار عندي نحل في خلية ثانية هنا جنب بعض أول شيء ليش ما أقدر أشيل البي هايف هذه؟ ما أقدر آخذهم ليه؟ حبيبي ليش ما أقدر آخذكم؟ شو طالع لي صفر بالمية هنا وش السالفة؟ خلني أروح البيت الحين بروح أبني الجهاز أو البيت حقهم ما يطلع لي صفر بالمية, بالمية على نفس القطعة بس يمكن في غلط والله ما ادري اسم عليك وصلنا يا عيال وصلنا ابشركم يا عيال حقت الخشب وين وين حاطهم انا اللي جمعوا لي خشب وين مكانهم اذكر كنت الحلقه الماضيه اوكي هنا في خشب عندي باقي بس نفس الجهاز ايوه هذاك يسار اوكي اوكي يبغى لي خشب زياده عشان اقدر ذا يب تعال اشتغل انت اوكي طفى ما قصرت نبي نحطهم هنا يب نحطهم هنا وبعدين نروح نشوف الحلوين هذه شوف ما اقدر اشيلها استهباله ظلت مشغل البخاخ عشان اقدر اشيلها اوكي والله معنفين طيب بسم الله مشينا مشينا اه بحطهم الظاهر جنب بيت الدجاج احس مكان حلو احط هناك خليه النحل خلينا نشوف على العموم حسينا مره حلو مكان فاضي فهمتوا بدل ما احط السور هذا الخايس ما ادري احس ما له داعي للسور اصير احطهم هنا برا جنب أي طيب تعال عطني وودن بي هايف حطهم هنا واحده تكفي مدري حط بشوف شو وضعها زين حاليا بس ببني واحده وتفضل طيب طيب باقي هناك حديد خلينا نجيبه بسم الله حلو 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 بديناها صارت كذا مقلوبه صح؟ والله ما ادري اوبن احط فيها واحد شوف كم احط فيها واحد اثنين ثلاثه اربعة خمسة من هذه الحليوه طيب الحين بشيله ما اقدر بشغل ذا اقدر اشيله حلو اقلع بس السواليف طيب قول بسم الله ايوه فوت ان صفر بالمية ال العسل اللي فيها اوكي الظاهر والله اعلم انه كذا طيب جينا بشتري خليه ثانيه تعال اي والله او او الشبك الثاني يب يب بشتري شبك ثاني وباخذ الخليه اللي جنبهم على طول والله يا عيال كانه كذا الطريقه ناقصني بس هاني اكستراكتر بحيث اني اخذ العسل من نفس خلايا نفسها او الشبك نفسه سلام عليكم عطني شبك ثاني بالله واحد بس يكفيني ما من بطماع طماع انا يا عيال ولا من طماع لا انا طماع اعطني ثنتين عندي 40 دولار اصلا شيل كلها يا ابوي ودي كله جيب يا ابوي سلام تعال شغلي من هنا اتوقع على طول يكفي من هنا ما يحتاج اروح قريب ويلا كولكت والله اوكي شوفوا شوفوا الفرق هذه على اليسار فيها نحل صغار هذه لسه ما فيها اوكي مشينا دورنا على خليه ثالثه هنا ما اتوقع الا الثنتين هذه ما اتوقع في اكثر ايه ما اتوقع ما اتوقع خلاص مشينا في مكان ثاني الظاهر جنب ال هنا في الجبل ذا قريب قريب مره وهذا الجبل انا دورت فيه امس يعني انتم شايفين اني كنت ادور فيه ما لقيت شيء بس يمكنني زي ما قلت كنت شايل هم وما ادري وشو فما دورت كويس هلا والله هلا والله تعال تعال شغل اعطني جيب يا وحش جيب وهلا والله خذناها يا عيال هل بس واحده هنا في ثانيه او لا اوكي هذه نفسها حقتي طيب وين وين يعني معقولة بس واحدة هنا؟ يلا مشينا البيت خل نركب الحلوين عندي الحين في في <applause> البي هاي اللي بنيتها الثانية ما اظن احتاج ابنيها حاليا واحدة تكفي ليش تقل باب الو اوكي معليش يا حبيبي انا في حاجة ماسة للوايلد ميت انا اسف صديقي والله اني مرة محتاج مرة محتاج هذا ما معي الا 24 دولار في جيبي صح اني كنت بعتزل تصيدهم لكن معليش لابد والله <applause> ضروره ضروره في واحد ثاني اوه وانت بعد هنا حبيبي والله شكرا ما قصرت وليتس جو خلاص هذه اذا احتجت الفلوس 200 دولار وحولها على طول معي اللحم موجود اروح فيه للهنتر صياد ويعطيني فيها 200 دولار على الدسة ايزي ماني يعني حرفيا تدرون ليش ما اروح للحين خلني اروح للحين تعال تعال والله خله معي في جيبي الحين عشان بكره تجيني مهمه ثانيه هاي صاحبي ازيك عامل ايه عامل ايه <applause> تعال تعال حك... حتى حقة الارنب موجوده واسهل شيء حكة الارنب تعال 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 ولد 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 <applause> عارف يعني مكانه مسكين دائما القوارع هنا تفضل تفضل حبيبي خد خد يا الله 400 دولار زي اللوز زي اللوز الحمد لله على السلامة ويا هلا والله الحمد لله على السلامة جبنا لكم نحل جديد جبنا لكم كبرنا العائلة شغل ذا تعال يا حلو كيف صار؟ 26% حط حط هنا بالمية، شوف صار فيه عسل واخر انت تعال شفتوه يا عيال <تصفيق> <تصفيق> طيب قفل اه هذا هذا ما ادري يقعد يشتغل الابد الظاهر والله ما ادري عنه زود انه يفك ازمه صراحه خلينا نحط له هنا ذا ما ابغى خلاص هذا ادري اسويه ولا ما يحتاج خلنا بس عليه حاليا عندي 18 خشبه الهاني اكستراكتر وش تحتاج هاني 20 متل انا عندي 18 و20 كونكريت طيب هذه بتكون هنا مشكلة حبتين متر هذه ما ادري شلون اجيبها لازم اشتري ستاك يعني فهمتوا كامل ولا عندي هنا شيء هنا ما في اي حديد باقي ولا اي شيء اوكي ما عندي الا هاي 18 حبة فيبقى لي حبتين يبي يبقى لي حبتين اسوي ذي اوكي اوكي عادي عادي مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة اتس اوكي okay. شوفوا خلصوا ابو الاكل يا عيال مداهم وجع 109 صار عندي والله يوم قاعدين يزرطون زرط وجع والله انكم كثيرين متى متى اذبحكم؟ متى اقلبها مجزره هنا؟ الذكور بدوا يكبرون هذا احلى شيء ليه؟ هم الزبده، هم الزبده ذكر وهذا ذكر هم هم اللي يقدروا اذبحهم هذا ذكر وهذا ذكر وهذا ذكر هذول هم اللي بذبحهم هم اللي بيجيهم الدور الصدق. <applause> اي والله كلكم تاكلون ولا ايش وضعكم؟ أنا ما ادري عنكم شكلي بضطر احط لهم اكل برا احتياطا لا جوع فهمتوا؟ عشان انت قلت لي برا يمكن ما يوصلهم اكل فعشان كذا احتياط بحط لهم صندوق أه اكل صغير تعال انت وال والله ما ادري ياكلون قاعدين ولا لا الاكل بعيد عنهم اصلا شوفوا هنا ما ياكلون اكل ها فلل هو برا اكل والله هو برا يا عيال يقدرون ياكلون لهم برا أشوا ما يحتاج صندوق ولا شيء اوكي الحمد لله مثال على طول جانا واعطاك هديه الله يقلعك <applause> الوسخ <applause> اوكي <applause> اوكي لازم اجل نشتغل على الموضوع الهني اكستراكتر انت تكفى انك شغلك نعنو ببليسك نعنو ببليسك نعم حامل واحدة بس باقي دي شوف شغلك ما معها تعال <applause> يلا يلا اوكي نظفنا بس مو كل مرة انظف ها مو مرة شغل الموية شوفوا الساعة لسه 18 بروح لل 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 بروح جنرال ستور بشتري صحنين زيادة عشان نكمل الصندوق اللي معنا نخلي خمسة كاملة زين حلو وبعدين وبعدين بروح أشتري الحديد والكونكريت يوب هذه الخطة تعال نبي شبكين زيادة إن شاء الله إنه يسوى خاف النحل والله ما العسل ما يسوى شيء خاف لا لا إن شاء الله إن شاء الله بيصبح هني دفعنا حدود مئة دولار لا مو حدود إلا مئة دولار على الشبك بس زين فنقول ان شاء الله انه يرجع لنا راس المال هذا اهم شيء عندي طيب وين الثاني الثاني عند الجاز ستيشن والله جا الليل يا عيال ما عاد اشوف ما اظن بمدينة اشوف وين خليت لنا هنا على اليسار احنا قريبين منها مره ان شاء الله ان شاء الله راح يمديني اشوف مو مو ما في امل مو بس ما في امل اللي بعد اني اشوف طب مالي الا امشي على حاسه السمع اسمع ايوه لقيتها والله لقيت 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 يا عيال شوفوها هذه شغل شغل اديني اديني شكرا والله في صدفة هلا والله تعال كملنا خمسه يا عيال نايز والله نايز خلاص طف طف انت اوكي مشينا الحين خلاص خلصت انا بس ودي اروح للهاردوير ده ما قريب مني بشتري اغراض يوب في الغالب اني بشتريها بس احتمال ما تكفي فلوسي احتمال ما والله احتمال صدق ما تكفي اذا ما كفت عوافي تخليها بكره ابيع لي دجاجه ولا شيء و مدينه 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 بالراحه وش هال وش هالقريه اللي ما فيها ولا لمبه في الشارع؟ وش دعوه؟ وش دعوه يا ابوي؟ طيب وش يحتاج يحتاج حاليا مؤخرا يحتاج عشرين عشرين أوكي أوكي عشرين عشرين بسم الله يا ربي كريم معي ثلاثمية والله ما تكفي عشرة واحد اثنين واحد اثنين ميتين دولار ميتين دولار الظاهر بالضبط الظاهرنا بالضبط حلو نقول يا ربي كريم بسم الله والله كفت السيارة بعد أشوى مشينا وهلا <واله> وت... والله يا عيال بس بسوي حقت النحل يقلع بالقوة <هيية واله> يقلع بالقوة معليش 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 شغل النور اللي هنا طف هذا تعال يا حلو خلني بحط الخلايا من الحين بسم الله وعلى بركة الله وهلا والله اصبر طف انت خلاص يلا خلينا نرقد يا عيال والصباح باذن الله رباح يا هلا والله اصبحنا واصبح الملك لله هلا والله تعال تعال انت شكلك قاهرني انقلع انقلع لا لا تشيل بيت الدجاج انتبه طف النور طيب نقول بسم الله ابني اللي ذي هذه كونكريت الاخيره وهذا الحديد اللي بيه ومع هذا برضو وهلا والله سوينا الهاني اكستراكتر وعندنا هنا حديد زيادة تقريبا كم؟ ثمان حبات زيادة طيب كم وصلتوا يا حلوين؟ هذا ثلاثة بالمية ظاهر النوم ما يفي ما يفرق إذا نمت بدري ولا لا زبدة هذه قربت خمسة بالمية لازم نستنى لهم الصباح زين الأكل الأكل كيفه؟ الأكل الظاهر ثمانين ثمانين أوكي كفي اليوم, كفي. يكفي كفي اليوم يكفي 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 لليوم والله أحتاج إني أذبح حبايبي كيف حالكم؟ انت انت قرب يومك انت يوم زياده بس هذا بكره بيموت هذا والله في بزارين كثار في واحد في ولده والزبده والله ما ادري انت ذكر وخر ورب قاعدين يطلعون منك وخر هذا ذكر وخر عنه يا عبيط ما في اي احد ميت كذا من نفسه عشان اخذه يا الله قهر ذاك اليوم ترى <تص ما كان مات لانه محبوس كان ما في اكل ما اعطيتهم اكل عشان كذا ماتوا بس انتم ما ادري ايش فيكم تحسبون عشانهم من حبسين وين وين ذول ما شاء الله حتى لو من حبسين يقدرون ياكلون طيب الخنازير ما شاء الله مشروع باذن الله ناجح خلينا نشوف البقر هذه حامل وهذيك هذيك كأنها حامل كان بطنها لا والله والله الا الول... والله حامل لا والله مو حامل استغفر الله بس بطنها كبرانه شوي يا اخي انت تيس حتى وصايخهم كبيره كنكم حبيتوا بعض كنكم حبيتوا بعض الله باقي شوي بس باقي شوي وتكمل نعنوا بليزكم الظاهر المكان كبير بزيادة ما يتزوجون لانه كبير بزيادة. اصغر عليهم، المهم اني ماني مستعجل عليهم يعني بكيفهم يسوون اللي يبون. ابد خذوا راحتكم متى ما بغيتوا. يعني متى ما ذا زانت الانفس. ذا، واذا ما زانت الانفس عوافي. يلا وش صار على خليتنا؟ ها؟ باقي لها 47% وصلت باقي لها شوي، هذا وش سالفته؟ اوبن. اه، افتح هنا واحط الخلايا بعدين اقفل واشغل اوكي وش ذا البيض اللي برا؟ وش ذا البيض اللي برا؟ تعال وراهم مبيضين برا تيجي تحت؟ لا ما بيجي تحت اوكي اشوى ينفتح ذا تستهبل هذا ينفتح اقدر اجمع بيض من هنا نايس نايس توني ادري توني ادري والله رايق طيب جباك ذا ما ينفتح لا طيب ذا في شيء ثاني ينفتح هنا لا بس حلو دي, دي تنفتح رايقه طيب خليني بروح اشيك على المطعم اذا كان يبغى لحم خنازير الله يعزكم او لا اذا احتاج لحم خنازير في الغالب بذبح اليوم اذا لا اوكي بنصبر لبكره بحيث يكبرون اكثر بس انا عادي ما عندي مشكله واذبح بدري ما عندي مشكله اهم شيء انه يكون في دبل سعر اوه ابشر بي السلام عليكم تشيز تشيكن 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 <applause> <applause> لا 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 لسه تشيكن بدري مره لسه ما تكاثروا مره ابغاهم يتكاثرون اكثر طيب بروح بشيك على خلايا النحل بشوف هل طلعوا ولا لسه يبي لهم وقت اكثر يعني هل هم يطلعون من بكره ولا يبي لهم اكثر ايام بس كذا دامي فاضي مع ما عندي ما عندي انتظر خليني اروح كذا اتفقدهم <applause> جت واحده جديده هنا اي <applause> والله جت واحده جديده والله صوتها مغري اني اروح اجيبها صراحه الخليه اللي تو ولا 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 والله لا والله صادق يقول تعال خذني شربي السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ تعال تعال يا ابوي بس تعال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكل المستقبل إذا لقيت خلية نحل شيل يا وحش أي خلية نحل تلقاها شيل وحش أوكي هذه الخمسة حطيناهم مشينا مشينا بروح للخلية اللي تو بشيلها والله معليش وش اه... مش هقعد كذا مكتف ايدين وانتظر لا حبيبي اشتغل اشتغل وجمع ودور وظبط الوضع. ايه اجل انا ما وصلنا للمواصيل الا بعد من كثر الشغل والكرف السلام عليكم ازيكم ما في واحدة غريبة جيبي وحش. بكره بتختفي هذه بنلقى وحدة غيرها. والله ما لقيت يا عيال إذا دورت اتوقع يبغى له وقت يرصد من فخلاص خلينا نرجع البيت خصوصا الجو شوي لك عليه. كذا بروق ومرعب <applause> الجو <applause> فمشينا مشينا. اوكي عيال جمعت لي خشب قلت عشان ايش اسوي بي هاي بالثانيه من الحين يا والله انا كذا احب استغل الاوقات المطر واذا الاوقات اللي انتظر فيها اني اسوي لي شيء يعني بدل ما اقعد فسويت لي وجمعت لي خشب وزي كذا اقدر الحين اسوي بي هاي ثانيه استعدادا للدفعه القادمه ان شاء الله بس لنا يسوى ان شاء الله انه يسوى يا رب تعال هذا حلو جنبه اوكي <applause> تعال <applause> يا حلوين ما قصرتوا والله ما قصرتوا خليك <applause> هنا تعال انت وهلا والله وهلا والله شغل لي <applause> هذا بس وعطني خليه النحل خلينا نحطها هنا وصلى الله عليها خلاص هذه خلينا ننساها اللي نعبيها الحين تعالوا انتوا هذا الوحيد وصل 100% الباقيين لسه فخل نصبح نصبر هذول الاثنين على الاقل يصير في ثلاثه على الاقل عندنا 100% نركبهم زين ما تدري خليني اركب ذي الحين عشان اي بركبهم الحين عشان تبدا تجمع لي زين تجمع لي من جديد حال حطها هنا قفل واشتغل كان يبيلها توقعون تطول هذا كأن ستيم يخدرهم الظاهر بعد والله ما أدري كيف حالكم أنتم طيبين هل أنتم بخير ما يطلعون من هنا كويس هذا الشيء بذا لا 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 ما يبقى كذا ما يبقى كذا والله ما يبقى كذا لازم باب صد نزل ولا طاح لكن طلع الله ادري الله يستر الله الله يقلعكم بلا كثركم كثرة لا لازم ذبح الناس بيبدا ذبح ينفع صار عليك انت شوف اقدر اطفيه بس ما ابغى اطفيه ابي هو يخلص بنفس الدوره زين الزبدة استعدادا للذبح اللي بكره بيجي تعال جيب لي هذه هي والله جيب لي حلوين فكه فكه خلاص ما يحتاج شابكه طول الوقت لا خلاص خلاص خله مفكوك كذا هنا بس متى ما بغيت ركبهم يا وحش يب صار عليك ان طولت طفيته ايوه لسه ضار طفيته بدري بالغلط معليش كمل كمل شغل والله ما ادري شو السالفه صراحه هل يعطيني من برا؟ هل في اوه اجمع من برا وش احط هنا؟ هنا في شيء احطه صح؟ في شيء لازم احطه عشان يجمع الظاهر وانا قاعد اخليهم مساكين تخدروا لين اذنوا يا قلبي اوكي اوكي يبغى نعرف وش الشيء نحطه فعلى العموم خليني اشيك على البقر <applause> اللي عندي الحين تعالوا محملتي <applause> هذه حامل هذه محملت هذه لسه طب بشغله وبروح ادور لي الشيء اللي ممكن ما ادري واحتاج بيض عشان ابيع لان ما عندي فلوس صراحه السلام عليكم حبيبي ازيك وين وين ميلك تانك لا سمول باكيت نحطها في الباكيت بارل اللي ضار نحطها في العلبه هذه ظاهر هنا نحطه طب علمني <applause> هذا ايش فايدته ايوه بار لله والله نشتري هذا البرميل طب هذا كم يعبي لي عسل خلينا نشوف تعال بسم الله و لي فوق صديقي يعبي لي 7.5 خلينا نجرب يمكن نحتاج اكثر من واحده بس خلينا نجرب الحين اوه ناخذ اول عسل لنا واحتمال الثنتين الثانيات جهزوا فنقدر نستخلص اكثر من واحده تعالوا يا حلوين تعالوا 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 جاء وقت الاختبار شغل لي ذا خلاص كتمتهم مساكين بسم الله اعطني هذا مية هذا برضو مية هذول لسه طيب هو قال لك لازم توصل مية تعال قفل اعطني ذي كم بيعبي لي ايوه واحد وصلنا اوكي اوكي كم 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 بيعطيني؟ يفللهم لي معقول؟ معقول يفلللي اياها؟ احتاج اكثر من بارد <applause> 4.1 حلو يعني يعني تقريبا هذه تعبي لي واحده كامله زي دي ما بعد خلص اوكي اثنين اي بزر انا خلاص ما عاد صرت تعرفوني؟ مرات تعودتوا علي الحين ما عاد قرصوني بزر حلو حلو, حلو. هذا بالموصله 100% بوديها نبيحة نشوف كم تجيب زين قرب اليوم الموعود ها تجهزوا يا دبوبه تجهزوا بكره ان شاء الله قصر قاب والله والله الصغار مره كثير شوفوا الصغار كثيرين اصبحنا واصبح الملك لله والله جاء اليوم انت ايش فيك؟ نايم ايه نايم. نايم اشوى اشوى واقرا بيتك انت يا منسدح اقرا منسدحه يا قلبي حتى ينام مفتح عيون المريض ذا كريبي كريبي يا رب هذا حامل 100% هذه اللي عيد تحمل هذه هذه عيد تحمل يب لازم ينتفخ بطنه من هنا زي هذه شوفوا كيف منتفخ والله انك بزر تقهر 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 طيب بسم الله وش وضع الاكل اتوقع ان اكلهم خلص وهذا صار عليه لسه ما وصل 100% طيب كيف الاكل؟ والله ما بقي شوي باقي اربع وجبات حرفيا فتعال انت وياه جاء دور السلخ والذبح والتقطيع واخر يا بزر عن طريق ايوه تعال يا انت تعال تعال خلوه يمر يا البزارين والله ما بقادر تخليني اثور فيك هنا فصلهم خليهم يجيهم ازمه ايوه تحرك تحرك ابشركم يا بزر لا تطلع والله لا احبسك يا ليل بزارين طلعوا البزارين وش تبون تطلعون نعم إنه بليز ركبته حلو 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 يركب على طول نايس تعال من الثاني من ثاني بسرعه لازم لازم ثاني واحد ما يكفي واحد ما يكفي اليوم اليوم ذبح اليوم الذبح العالمي انت تعال انت مره تب تعال انا شلت هم البزارين اللي برا يا عيال شلون برجعهم بس حلو حلو الحين هذول التيوس ما ادري شلون ما ادري ايش فيهم صراحه اللي طلعوا برا والله ما ادري ايش فيهم انت بتطلع بعد شكل ذا وده يطلع تعال والله كانه كان يبي يطلع تعال اطلع اطلع خلاص خربت تطلعوا كلكم الله يقلعكم بلا اطلع خله يطلع يا البزر لا تحرجونه خلوه يطلع يد اركب 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 اي ثلاثه ركبنا يا عيال ايه. هذا الصغار ما فيهم بثرين والله ما والله بكيفهم اللي بيموت بيموت انا والله العظيم انا انا نبهتهم يعني طيب ايش صار على العسل اللي هنا؟ هذا 91% لسه ما خلص طيب تعال طيب. طيب. خلينا نجهز على ما يجهز هو بجهز على ما يجهز هو فهمتوا؟ فهمتوا مطول شكله فبوديهم انا نذبحهم ويصير خير يا عيال بعدين نرجع ان شاء الله لا تعلق تكفى بس مشينا مشينا ما اشوف زين الله يقعك اخر لا الله يقلع <applause> الله يقلع <applause> بالحالة بسم الله وعلى بركة الله يلا مستعدين هل أنتم مستعدون حان وقت الذبح في عروض يا رب في عروض إن شاء الله والله ما تفرق في عروض ولا لا الذبح فيكم فيكم ميتين ميتين بسم الله هذا الأول هذا الثاني وهذا الثالث صلى الله وبارك أعطني الحمة وأعطني الحمة هلا والله، وشوف الدماغ مطشطشة هناك، يا ويلي! بيف، ما ادري وما في للأسف لحم خنزير. بس لابد أبيعه يا عيال، والله أحتاج فلوس. سل، ما انباع كله الظاهر، الظاهر ما انباع كله. باع ثلاثين بس. أوووه! جزء كبير منه جالس جوا. والله جزء كبير، أوكي، بكتفي باللي بعته. لأنه يا طويل العمر السلامة. آآآ أه ذا، فهمتوا؟ أبغى يزود السعر بعدين أبيع الباقي. اوكي والله كذا كويس يا عيال نايس جمعناها هنا خلاص ليتس جو رجعنا البيت والله ما قصرنا وش ذا؟ اوه ما اقدر اخذها اوكي نجهزها للطلعه القادمه اللي برا ما ادري ايش فيهم صراحه مره متريني والله اللي برا ما ادري ايش فيهم متريني مره خلاص يكفي كذا يا عيال فصلتها صح؟ يب فصلتها نايس اوكي طيب خلينا نشوف الحين باقي ال... النحل يب باقي النحل الجهاز تعال 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 يا حلو اركب تعال يا حلو انت برضو اركب يلا شوف شغلك عبلي ها اوكي قاعد يعبي بسوي شيء انا الحين بما ان قرب الظهر لا والله لسه الظهر كان ودي اني افتح الباب واشوف اذا بيطلعون بيرجعون جوا ولا لا اذا جا الليل صراحه ما محت... ادري ايش فيكم انتوا والله ما ادري ايش اسوي فيكم صراحه زبده وصار عليك انت 6.9 بس ما فلل ما فلل يا عيال اوكي مو مشكله مو مشكله مو مشكله خلينا نشوف الستاك هذا كم بيعطيني مبلغ اوكي المحل المطعم ما اتوقع انه يعطيني عليه زياده فلوس علموني انتم لو يجي يوم مثلا القى عنده العسل مبلغ مضاعف زي اللحم بس انا ما اتوقع لان ما قد شفت عنده صراحه بعدين مطعم لحم وش بي وش بي بالعسل بس على العموم بنروح نبيعه وين هنا نشوف كم بي. انا اتوقع اتوقع بيجيب لي 200 دولار حدود 200 مع انه ما تفلل بس اتوقع نقول يارب يا رب اقل من كذا مره خياس تكفى 280 حلو حلو والله صح 280 طيبه على كذا اشتر لي طعم السلامه واحده ثانيه بارل ثاني للمستقبل بحيث انه يكون عندي ثنتين لو جينا نجمع الخلايا يب او نجمع العسل عندي انا خليتين نحل فمفروض عندي صندوقين زي هذه عشان نجمع فهمتوا والله والله صح طيب هل في خلايا نحل هنا ولا اذا ما في خلاص صرا بزع عليكم بمشي احتمالي بي هني اني اطلع من اللعبه وادخل عشان يرسمون من جديد في الغالب يعني اوكي احطهم هنا جنب بعض وقفل هذا وانتم اكبروا بكره بيكم 100% كلكم وإن شاء الله بنكمل هذه يا عيال بإذن الله والله تطلع تدخل الدخل ذهب علمهم 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 ورح نوقف هنا شرح لكم الحلقة لازم القناة حطوا لايك دكتوران وننقل مقطع سلام